وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الاتصال الهاتفي رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة الأستاذ بدر ناصر. أهلا وسهلا بك في نشرة الثامنة. أهلا وسهلا بك عزيزتي ومشاهدي العراقية الرياضية، يا مرحبا. أهلا بك. بداية، ما هي آخر التطورات في ملف البصرة والمدة المحددة أوشكت على الانتهاء؟ تفضل. يعني من خلال متابعتنا لكل المجريات ومتطلبات بطولة خليجي 25، ومن خلال آخر التصريحات اللي خرجت من مصدر القرار من خلال رئيس الاتحاد كأس الخليج والاتحاد القطري، وهم على قناعة أنه البصرة اليوم أصبحت جاهزة لاحتضان خليجي 25 من خلال الزيارات المتكررة من لجان التفتيش التي تكررت عدة مرات، وكنا مرافقين لهذه اللجنة وكان كل انطباعاتها انطباعات إيجابية، وكانت القناعات لدى هذه اللجنة جيدة جدا، وبالتالي ستكون زيارة يوم 19 هي في حساباتنا أنه تحصيل حاصل، كون ملف خليجي 25 أصبحت القناعات كاملة لدى اللجنة المنظمة أنه البصرة قادرة على احتضان هذه البطولة. إن شاء الله سيكتب لها النجاح من خلال كل الاهتمامات الموجودة، سواء كانت على الحكومة المركزية، وزارة الشباب والرياضة، اتحاد كرة القدم، الحكومة المحلية، واهتماماتها في هذه البطولة من أجل إظهار البصرة في وضع أنه يرتقي إلى إقامة هذه البطولة بكافة متطلباتها، بما في ذلك ملعب نادي الميناء. يعني من خلال زياراتي الخاصة أنا كرئيس اتحاد كرة القدم في البصرة كنت متابع لأعمال الشركة المنفذة في الملعب، كانت نسب الإنجاز على وتيرة متصاعدة من خلال تأمين كوادر إضافية لهذه الشركة، من خلال اختصار الوقت واختزاله في تأمين كافة متطلبات إنهاء ملعب الميناء. نعم. وبالتالي نقدر نقول بدر. اليوم الميناء نعم. جاهز خلال فترة وجيزة إن شاء الله. نعم. سنتحدث أيضا عن ملعب الميناء خلال الوقت القادم. نتحدث الآن عن اللجان الخليجية للبصرة، هل ستحضر اللجان يوم غد أم هنالك تأجيل جديد؟ يعني في سياق هذا الحديث ما أخفي عليك، أنا كان عندي تواصل مع المكتب التنفيذي في اتحاد كرة القدم، أيضا شرع اتحاد كرة المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم بتوجيه من السيد رئيس اتحاد كرة القدم مع وزير الشباب والرياضة بإعداد وتهيئة اللجان العاملة، وتم تنسيب الكوادر العاملة في هذه اللجان، وبالتالي تهيئتها في وقت مبكر من أجل زج هذه الكوادر في لجان خليجي 25، وبالتالي حتى تكون الصورة واضحة من خلال أيضا الاهتمامات كانت على مدى أكثر من خلال تأمين المرافقين وكافة الأمور اللي تخص تنظيم خليجي 25. نعم. طيب، العقبة الرئيسية التي قد تسبب في خسارتنا لاستضافة خليجي 25 هو ملعب الميناء، ما تحدثت عنه قبل قليل، أنتم مطمئنون إلى ما وصل إليه من مراحل إنجاز؟ يعني ملعب الميناء صار التركيز عليه في الفترة الأخيرة من قبل اللجان التفتيشية، بعد ما ترك ملعب الفيحاء اللي كان هو الملعب الثانوي لاحتضان، بالإضافة إلى الملعب جذع النخلة، تم اعتماد أو إدخال ملعب الميناء ضمن مشاريع أو ضمن منشآت اللي تحتضنها خليجي 25. أصبح العمل في ملعب نادي الميناء ذات اهتمامات كبيرة ومتابعة من قبل كل المعنيين في الشأن الكروي سواء والحكومي. يعني كشخص متابع لملعب الميناء، يعني نقدر نقول انه في حتى لو فيما اذا جاءت اللجنه التفتيشيه يوم 19 وسجلت بعض الملاحظات البسيطه ستكون تحصيل حاصل، لانه كون ملعب الميناء النسبه الاكبر الان اصبح جاهز بنسبه عاليه واكمل كل المتطلبات الضروريه لاقامه المباريات على هذا الملعب. وبالتالي اليوم أصبحت الكرة في ملعبنا، يعني كناس منظمين لهذه البطولة علينا أن نهتم ونسعى أكثر من أجل تأمين كافة متطلبات ومستلزمات البطولة وإظهار الصورة الحقيقية لرياضة كرة القدم في العراق.
نعم. طيب هل لديكم علم أن اللجان المشتركة بين اتحاد الكرة واتحاد كأس الخليج كاللجان التنظيمية أو حتى الإعلامية قد تشكلت أم لا؟ يعني هي بطولة 25 الاتحاد كأس الخليج هو المعني في هذه البطولة تنظيميا، وبالتالي هو من سيشكل اللجان الرئيسية بما فيها لجنة المسابقات ولجنة الحكام واللجنة الفنية ولجنة الانضباط، وبالتالي طلب الدعم أو استكمال هذه بقية هذه اللجان الخدمية واللجان الساندة من اللجان من الكوادر الموجودة في 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 العراق، وهذه الكوادر وهذه اللجان الإضافية الساندة ستكون أيضا بتنظيم أو بعمل من قبل الاتحاد المركزي ووزارة الشباب والرياضة. هذا العمل جاري لأنه مثل ما ذكرت لك اللجان ثابتة الأساسية ستأتي مع اللجنة الخليجية المنظمة لهذه البطولة، وستأتي قبل فترة محددة من إقامة البطولة لتنظيم الوضع الفني والإداري لإقامة البطولة. نعم، الأستاذ بدر ناصر رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة، شكرا لانضمامك معنا في نشرة الثامنة.